طيب بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة شعور لا يمكن أن أصف هذا الشعور، فهو شعور يجمع بين الهيبة والجلال والعظمة لهذا المكان العظيم المقدس الذي هو أعظم مكان في العالم وأقدس وأطهر بقعة في العالم، هو هذا المكان، خاصة وأني أقف أمام الكعبة وليس بيني وبينها أحد إلا أنا فقط، ما بيني وبين الكعبة أحد. فهو شعور حقيقة يعني مشترك بين الهيبة والجلال والعظمة لهذا المكان العظيم الذي تهفو إليه قلوب المسلمين جميعا في كل مكان. وأنتم تعلمون أن هذه قبلة المسلمين في كل مكان، والمسلمون في العالم كله في شرقه وغربه وشماله وجنوبه كلهم يتجهون إلى هذا المكان المبارك العظيم الذي وضعه الله سبحانه وتعالى قبلة للناس. وكما قال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يعني يقوم للناس أمرهم بهذه الكعبة، بهذا البيت الحرام يقوم للناس أمرهم جميعا ويعيشون في أمن وأمان واستقرار وطمأنينة. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. حقيقة أجد كل احترام وتقدير ورفعة وشرف من إخواننا وأخواتنا جميعا في العالم كله، سواء أيضا كان في البلد السعودية أو كان خارج السعودية، يعني نجد فضل الله عز وجل ما نذهب مكان إلا الكل إذا عرف أني إمام الحرم، أو ناس كثيرة الآن يعرفون من الشكل من الصورة الظاهرة يعرفون الأمر هذا، أو حتى أحيانا بعض الناس يعرف بالصوت، ما يسمع صوتي يعرف الله. يعني نجد الحمد لله فضل الله عز وجل، يعني ما رأينا إلا كل خير وتقدير واحترام وإجلال، وهذا يعني إن دل فإنما يدل على حب الناس جميعا المسلمين والمسلمات، حبهم الشديد لهذا البيت الحرام ولمكة المكرمة ولبلد الحرمين. فهذا التعلق وهذا الاحترام والتقدير نابع من هذا المكان، من هذا المكان الذي هو بيت الله الحرام. وإلا فإن الإنسان بذاته لم يكن، يعني لم أكن معروفا أصلا ولا أحد يعرفني في العالم كله لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم هذا المكان المبارك المقدس العظيم. فمكانة الإنسان في مكانتي أنا نابعة من هذا المكان العظيم الذي هو أقدس مكان في العالم وأحب مكان إلى كل المسلمين والمسلمات.